فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومن وسائل الخشوع عند تلاوة القرآن تدبره لا إمراره على اللسان دون التدبر في معانيه ومقاصده، ولهذا قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن أسباب الخشوع تدبر القرآن، كذلك من أسباب الخشوع أن تكون التلاوة في حالة ليس فيها مشوشات بالأصوات أو في شواغل، يقرأ القرآن في حالة يطمئن فيها وتحضر حواسه فيه. ولذلك جاء أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله قبل النوم. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم من أجل أن يحضر القلب وأن يتواطأ مع اللسان، يعني يتوافق مع اللسان في تدبر القرآن. فمطلوب منا الخشوع عند تلاوة القرآن، وأن لا نقرأ القرآن ونحن غافلون أو نضحك أو نمازح أو غير ذلك، أو نسمع القرآن يتلى وننشغل عنه. قال تعالى: يا أيها الذين، وقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.